لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا صباح الخير، يا صباح الفل الياسبي، كيفكم؟ سباي شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، اهلا وسهلا فيكم كلكم، نورت قناتي. اهلا وسهلا بصبايا الجداد اللي نميت لقناتي جديد، برحب فيكم من ما كنتوا عم تتابعوني. صار الجو كثير حلو بالنسبه لي، انا بحب هذا الجو اللي هو لا برد ولا شوب، بس على الاولاد صار برد، يعني عم يروحوا الصبح بكير على المدرسه فعم يبردوا بالنسكم، فحبيت طلع لهم الاواعي اللي هي بتكون رقيقه خريفيه قطنيه بكم. فأنا حاطة فوق الخزانة تياب الشتوية وتحت التخت، فصرت طلع كيس كيس وشوف شو الشغلات اللي ممكن تلبس بهذا الجو، والشغلات التانية اللي سميكة ضليت محتفظة فيهم فوق الخزانة وتحت التخت ليجي وقتهم قبل ما يروحوا على المدرسة يلبسوه هيك جواكيت يعني رقيقة، والباقي حطيتهم بغرفتهم بس يرجعوا من المدرسة بدي يلبسهم شغلة شغلة وشوف شو الشغلات اللي لازم تنفرز والشغلات اللي مناسبة لعمرهم. هلأ هون حبيت اني شغل المبخرة، هدول البخورات صبايا جبتهم من شي ان، بيجوا هيك كيس 150 قطعة ملونين وبروائح مختلفة، بس صراحة ما كتير عجبوني، حسيت ريحة الحراق ظاهرة اكتر من ريحة العطر، فبدي ضل هلأ اجرب اني اجيب ماركات تانية لشوف الشي الظريف يعني، بس هدول لا ما بنصحكم فيهم. كمان هاي القاعدة هي فازة لشكل فطر بنحط فيها ورد، بس انا حبيت حط فيها معالق الخشب هيك تغيير شكل، وحبيت كتير يعني الزاوية كيف طلعت مع التغيير. عم اعمل طبقات البسكوت مع الكاسترد لحطها بالبراد مشان وقت ارجع على البيت لاقيها هيك جاهزه، لانه بدي اروح اركب بالبسكليت. كثير في صبايا قالوا لي انه يا ريت كل فيديو تعملينا فقره البسكليت، فانا عم حاول انه كل فيديو اعملكم هي الفقره، فقلت لحساوي هي اكلتي الحلوه وقت ارجع على البيت بكون تعبانه وعامله رياضه وحارقه كالوري، فباكلها ما بحس بتانيب الضمير الصراحه. غمست البسكوت السادة بقهوة سريعة الذوبان مع شوية مي، وبعدين صرت حط طبقة بسكوت وطبقة كاسترد. الكاسترد انا هون عملته جامد، يعني حطيت كوب واحد من الحليب معلقتين من الكاسترد، بس هو لازم معلقتين كاسترد بده كوبين حليب، يعني كل معلقة واحدة بدها كوب حليب، عرفتوا؟ بس انا كان بدي اياها جامدة، وصرت اعمل طبقة طبقة مثل ما لكم شايفين، واخر شي على الوش بحط كاكاو مر.
أنا ماشية بالبسكليت فشفت محل ببيع حيوانات سمك وعصافير وهيك، فقلت لا شوف السمكات. الصراحة أنا ولا مرة مربية سمك، بس حابة يعني اشتري سمكة. فدخلت وقلت له أنا بدي سمكة هيك سهل الاعتناء فيها، فقال لي إنه الفايتر، هي اسمها فايتر أو البيتا يمكن. فقال لي إنه يعني بتعيش لحالها، ما بتحب حدا يكون معها، وسهل كتير الاعتناء فيها. فوالله اشتريتها، نقيت هيك في ألوان كتير يعني، فاشتريت هي اللون الفيروزي، حبيتها كتير ما شاء الله، لونها كتير حلو سبحان الله. وحطيتها بالحوض. الصراحة ما عندي هي الأشياء اللي بتنحط هيك بالحوض مثل الخضار، عشب، هي الأشياء إن شاء الله بدي أشتري. بقى لقيت شغلات عندي إياها من زمان، حطيت هيك حجار بيضة من تحت وهيك شغلات بسيطة وحطيتها بقلب الحوض. حبيتها كتير الصراحة. وبعدين أكلت، طلعت على البلكون أكلت الكاسترد اللي سويتها، وأنا الأولاد رح يجوا حبيت أعمل لهم أكل هيك على السريع، اللي هو الرز بازاليا ولبن وخيار جنبه. لازم تعرفي كيف تطبخي؟ شو هالحكي نايمين؟ شو هو ولد صغير لحتى تطبخ اللي عنده هيك؟ حبيبتي الحق مو على الاولاد، الحق على اول اللي وعدتنا كيف تربيهم. ما قلتوا لي رح تضلوا قاعدين، ما تشتري بس عيشوا منيح. يلا روح لعند امه، يلا امي امي يا حبيبتي. في في شغل اولادها. أنا فارغ من التعب، شو عملتي لنا على العشاء؟ نحن متجوزين؟ رح أقول لك إمتى وقت؟ ركبتي كل شوي، معقول أنتم ما بتقدروا تتعبوا؟ ليش أنت بتناوليني هالمال لحالي؟ هون بس صار الليل كانت جايتني الهمة كتير، فقلت لأقوم ساوي شيشبرك. صراحة إلي سنة ما عملتها، جبتها جاهزة من الماركت بس ما حبيتها، يعني اللي نحنا بنساويها بالبيت أطيب بكتير والحشوة تبعها أطيب بكتير. فقلت لساوي وحط بالتلاجة وحط شوي لتاني يوم يعني بلاقيهم جاهزين. فالحشوة تبعها هي بصلة ناعمة ولحمة ناعمة ملح وفلفل وشوية كزبرة على الوش. انا الكزبره اللي عملتها معكم هديك المره وفرستها لهلا يعني العلبه موجوده، كتير حبيت هي الطريقه. امتى ما بدي اكله فيها كزبره طلع من الثلاجه وبحط شوي. هون العجينه حطيت 3 اكواب من الطحين وشويه ملح، وبحط 4 معالق من زيت النباتي، وبعدين بصير اضيف شوي شوي مي لحتى اوصل للقوام المطلوب. شايفين صبايا، هي الطريقة لعمل العجينة كتير ممتازة، انه انت تضيفي شوي شوي مي لتوصلي للقوام المطلوب، لانه احيانا بيبقى طحين بده مي كتير وطحين بده مي قليل. فلهيك ما فيكي تاخدي عيارات من ناس، لانه مرات تاخدي عيارات من ناس تلاقي الطحين تبعك بده مي قليل بتلاقيها بتلزق بايديك. فلهيك ضيفوا شوي شوي مي لحتى بقى تلمسيها بايدك وتشوفيها لا عم تلزق ولا لا قاسية كتير. Thank you.
العجينة ما بدي اياها تختمر، بس بدي اياها هيك شوي ترتاح مشان وقت مدها ما ترجع هيك تكش. فبهذا الوقت لبين ما هيك ترتاح والحشوة تبرد تلساوي قهوة وشربها هيك على رواق وصحصح، لأنه الصراحة متعودة نام بكير، يعني هون كانت شي الساعة 10 فأنا متعودة نام بكير، بس قلت خليني ساويها وهيك يعني إذا شربت قهوة لا بضل مصحصحة، خاصة إذا حاطة مسلسل وهيك عم بتسلى، لا بعمل أنا مستمتعة ومبسوطة. يعني على الطاولة حطيت شوية طحين مشان ما تلزق العجينة وصرت مدة بالشوبة كيك ساوية رقيقة رقيقة، وبعدين بكاسة الشاي صرت اني اقسمها هيك دوائر دوائر صغيرة. الزايد اللي بيطلع من العجينة برد هيك بجمعهم مع بعض وبرد وبرقهم، وكمان بعملهم دوائر دوائر، هدول باخد وحدة وحدة وبرقها هيك بإيدي، بضغطهم هيك بإيدي لتصير هيك كمان رقيقة أكتر، وبحشيها يعني على قد ما بدي، وبعدين بسكر اطرافها، وآخر شي باخد الطرف الأول مع الطرف الثاني بلزقهم مع بعض ليصير بهذا الشكل. زاد عندي حشوة لهيك عملت عجينة مرة تانية نفس الكمية الأولى، صراحة مو صلي سنة ما عملت فيعني ما عم بعرف الكميات، بس هلأ صرت أعرف حتى كتبتهم على ورقة. فمثل ما شايفين نفس الشي صرت رقهم وأحشيهم وسكرهم. عندي صينية الفرن حطيت بالسفل هيك ورق النايلون كرمال ما يلزقوا على بعض، لأني عملت هيك هون صينية الفرن يمكن 4 طبقات عملتها. وبعدين بس خلصت كلياتهم وعملتهم والحشوة خلصت، جبت هي العلبة اللي بدي احطها بالفريزر اخذت نصهم حطيتهم والنص الثاني لتاني يوم مشان اعمله. وهون يوم جديد حبيت جرب الروبوت على الحيط لشوفه اذا بيمشي او لا او يمسح الحيط او لا، صراحة مسح الحيط كله يعني ضل يروح ويجي من فوق ومن تحت كله لحتى خلصوا كلياته. يعني بليت المماسح بالمي وعصرته منيح وركبتهم على الدوائر. صبايا في روبوتات من هي بيجي معها خزان مي، يعني حسيت انه اذا انت بتعبي الخزان وهو بيبخ لحاله وبيمسح افضل من انه انت ترشي او تبلي الممسحة، عرفتوا؟ حبيت اقولكم اذا حابين تشتروا منه نقوا الروبوت اللي بيبقى له خزان مي يعني افضل. لبين ما مسح الحيطان حبيت اني اعمل فوق الخزاين تبع المطبخ من فوق في مكان هيك فاضي، صرت رشه بمزيل الدهون وبعدين امسح. شايفين صبايا هون هذا المكان اللي فوق هو وصل عند المكيف وضل يمسح بس على حيز المكيف، هون من فوق ما عاد مسح. فجبت الجهاز، انتو بالجهاز فيكم تتحكموا فيه بالمكان اللي هو ما مسحه اتحركوه لوين ما بدكم. يعني قمة السعادة انه يكون عندك الاكلة اللي كتير طيبة جاهزة بالتلاجة بس بدك تطبقيها على بعض وبتصير عندك اطيب اكلة. هوني بدي اعمل شيش برك اللي سويته قبل بيوم، فبدها لبن. حطيت لبن اللي هو الزبادي كيلو مع 3 معالق من النشا، حركتهم خلطتهم بالهاند بلاندر. انتو اذا لاحظتوا الهاند بلاندر انا ما حطيته هيك يعني ما خليته يدقر بسفل الطنجرة كرمال ما يجروحها، صرت هيك اعمله بالنص اخلطه بالنص، يعني خلي الهاند بلاندر بنص اللبنات منشان ما يجروح الطنجرة. وبعدين صرت حركهم على نار عالية، ضل حرك هيك بالخفاقة لحتى يغلوا اللبنات، ما لازم وقف لحتى ما يفرط اللبن. وبعدين بس غلى اللبن صرت سقط الشيش برك
كل 10 قطع هيك سقطهم، صرت حركهم يعني، واستنى شوي ورد سقط 10 تانيات حتى ما يلزقوا ببعض. بالمقلاية حطيت شوية زبدة، وبدي احط هلأ توم وحط كزبرة مشان حطهم على وش الششبرك، وعن جد اطيب اكلة. طبعا البنات بتحطي لها ملح على حسب الرغبة. خلي اللبن مع العجينة يغلي تقريبا 15 دقيقة لحتى العجين يستوي، وآخر شي بتضيفي الثوم مع الزبدة مع الكزبرة وبتطفي تحته مشان الكزبرة هيك ما تسود لونها. وبس الأكلة بتكون جاهزة، أكلة بتجنن لمحبين اللبن خاصة بهالجو. هلأ أنا بحس إنه هلأ أول البرد، بحس أكلات اللبن كتير مناسبة لإلها. وهون بس صار الليل، حبيت اشتغل باللوحة اللي اشتريتها من شيئين، لوحة الالماس او الفسيفساء او الخرزات، ما بعرف شو بسموها، بس لوحة كتير ممتعة وحلوة. مثل ما شايفين بيجي هيك صحن صغير بتحطوا الالماسات بقلبه لحتى يرتب لكم اياهم، وهي القطعة الحمراء هي شمع القلم، هيك بتضغطي القلم بالشمع لحتى تاخد شوي دائرة من الشمع حتى نحسين اللزة الألماسي عليها، ونحسين انه نحطها على اللوحة مثل ما شايفين ومصورت لكم. عن جد كتير حلوة، بنصحكم تجيبوها. طبعا تاخد معكم ايام وايام، يعني مو بيوم واحد رح تعملوها، على قد ما بتقدروا، ممكن شهر ممكن شهرين ممكن على حسب شطارتكم يعني. فانا صرت اعمل قسم قسم من تحت، يعني بلشت من تحت، هو بيجي اللوحة فيها هيك جيلاتينة شفافة، فلا تقيموها كلها منشان ما تنتلى غبار او زغبرة او هيك، فقيموا قسم قسم وردوا بس تخلصوا رجعوا الجيلاتينة لإلها لحتى تكتمل كلها يعني. لهون بيكون انتهى الفيديو تبع اليوم، بتمنى يكون عجبكم. اذا حبيتوه ما تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة. بحبكم كتير، سلام.